شافش اللبن في عيون الولاد وصبايا البلد، ما شافش العمل سهران في البلاد وصبايا القمر، ولا شاف النيل في احضان والقلب وافكاره الوصل بزياره الوصل بزياره طولت هالمره الغيب صدري ودي احكي به قلبي اللي بقلبك وش اخباره طولت هالمره الغيب طولت هالمره اللي حضراتكم تابعتوه دلوقتي. طبعا بعيد التحريب على حضراتكم مرة تانية، اللي حضراتكم شفتوه ده كانت لقطات من البروفا اللي كانت بتنفذ بالأمس للفنانة الخليجية المطربة الخليجية أحلام زي ما حضراتكم شفتوا، وللحقيقة زي ما سمعتوا كمان بتغني وهتغني حفلة النهاردة. على فكرة بروفا دي الحفلة اللي بتقام النهاردة على دلوقتي شغالة أعتقد على مسرح أوبرا مصر بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.